قمة الروعة، قمة الروعة. اللي ما يصدق خلي يجي يجرب. مياه معدنية قرب جسر الشيطان، السواح مالنا أكبر مجازفين. اليوم الأب والابن نزلوا إلى الوادي. تابع الفيديو إلى الأخير لتشاهد كيف السواحنا ينزلوا بواسطة الحبل إلى قعر الوادي والدخول إلى المغارة. لكن للأسف ما صورنا دخول المغارة إلا بشكل صور. استمتعوا بهذه المشاهد. ترى خلاص خليه يصور بعدين نصور. جاهز؟ يلا تصور. لا 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 خلي بس دير بالك حبيبي، دير بالك يا محمود. انزل استنى هي الناس وراك والله وجه. يلا لا يابا عزر كل احبال. لا لا كله هي يقول لي بلاش بلاش. قال لي بتخسري الا تنزل. هاي هاي الحمد لله على السلامة.
قمة الروعة، قمة الروعة، اللي ما يصدقها اللي يجي يجرب. مياه معدنية قرب جسر الشيطان، السواح مالنا أكبر مجازفين. اليوم الأب والابن نزلوا إلى الوادي. تابع الفيديو إلى الأخير لتشاهد كيف السواحنا ينزلوا بواسطة الحبل إلى قعر الوادي والدخول إلى المغارة، لكن للأسف ما صورنا دخول المغارة إلا بشكل صور. استمتع بهذه المشاهد. ترى